حياكم الله مشاهدينا، حلقة جديدة نتواصل فيها معاكم في مشوار. مشوارنا اليوم راح يكون مختلف، تابعونا وراح تعرفون. سلطان العنزي، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والكرامة، يعطيك العافية. يعافيك وسلمك. في البداية يعني اسولف وياك بمشوارك في هذه الهواية. نعم. هذه الهواية في البعض يعتقد انها غريبة، خطرة. صح. ليش الواحد يتجه لها؟ صحيح. هي اول شيء الحمد لله بدايتي طبعا كانت سنة 2004. حلو. تعلمت في السعودية وايطاليا وفرنسا واسبانيا، دورات كثيرة ومتقدمة فيها. ما شاء الله. طبعا احنا فريق النادي العلمي للطيران. نعم. كون النادي العلمي هو الجهة الاشرافية حق الرياضات بالكويت. حلو. فقانونيا خلينا نقول قوانين الطيران لازم تكون منتمي لهيئة تمثل الاتحاد العالمي للطيران اللي هي النادي العلمي للكويت. ممتاز. بالنسبة للرياضة طبعا هو نوع الطيران الشراعي بأربع ثلاث فئات، باراشوت وباراموتور وباراترايك. كلها تعتبر اللايت سبورت ايركرافت، الطيارات او كتصنيف اللي اقل من طن ونص بالنسبة للطيارات، يعتبر طيران هو طيران خفيف. طيران. الطيران الخفيف الرياضي. حلو. فما شاء الله احنا موقعنا هنا يعني عندنا تسهيلات من الطيران المدني، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، حتى وزارة الصحة اللي هو الإسعاف الجوي. حلو. علشان هم شركانا واحنا دخلاء نقول عليهم بالأجواء. يعني في تعاون ما بينك وبين الحمد لله الهيئات. وصلنا لمرحله بالبدايه ما كانوا مقتنعين بالرياضه كون انها شيء جديد يعني. صح. على الكويت بالضبط. طبعا الناظر اللي يشوف يقول الرياضه هشه خطره. انا معك، السوشيال ميديا قاعد يسلط على الجانب السلبي لكل شيء. بالضبط. في اصلا في ناس هوايتهم ومتعتهم يدورون الاشياء السلبيه. هذا بروحه هوايه مثل ما تفضلت. فهي الحمد لله الرياضه امنه اذا الطيار خذ حاصله بالتدريب، كان مع مدرب جيد جدا، مو اقل من جيد جدا، خذ كفايته بالنظري والدروس العمليه وعارف الاجواء الطيران، الميثولوجي، الوايت اند بالانس، كل اجزاء الطيران. حلو. راح يزاول في منطقه تدريب، مو المكان اللي احنا فيه هذا، منطقه تدريب راح تكون 290 بالخيرات. مكان مفتوح. اوبن اريا، لا تيارات كهرباء، لا نخترق خصوصيه الناس، لا تكون بعيده عن المنشات الحيويه، المناطق السياسيه، الاماكن الممنوعه، المناطق العسكريه. حلو. عقبه تقريبا خلينا نقول بعد ما يحصل 50 ساعه تقريبا، هي الحسبه سنه او سنه ونص على حسب اجتهاد الطالب. ممتاز. ممكن طبعا هو اوريدي عضو بالنادي العلمي. أي. لكن احنا نسميه متدرب. حلو. ما نقدر ندخله معانا بالتشكيلات الجويه والعروض قاعد تسوي بالاتحاد الوطني الا بعد ما يتمكن، يعني هو راح عارف انه يتمكن يقدر يسيطر. وهذه تختلف من شخص لاخر، تختلف من امكانيات من شخص لاخر. صح. من قوه الجسمانيه، ما تحتاج الى قوه جسمانيه لبالك، هي تبي واحد شويه يكون واعي وصاحب قرار بس. وما يكون عنده ثقة زايدة. الثقة الزايدة هي الخطر الوحيد بالطيران. آه. غير كذي هي آمن من السيارة. حلو. أنا اللي عرفت أنه قبل كل طيران لازم تسوون مينتنس، لازم تشيكون على الأمور اللي موجودة في الطيارة. نعم. أنا ودي أخذ وياك جولة. تفضل. حياك الله. نتعرف الحين وياك يعني مثلا الشغلات الأساسية اللي أنت قاعد تشيك عليها أول ما تجيب. طبعا بالنسبة للمينتنس هو اليوم اللي إحنا ما نطير فيه. إيه؟ قاعد أسوي مينتنس على الطيارة. على شنو تسوي بالضبط؟ هذه في طيارة الحين راحت. حلو. طبعا كل طيارة لها ليميتيشن معين يقول لك على الكتالوج او المانوال مال، انه مثلا بعد 50 ساعة تشيك على كل البراغي. بعد تقريبا 50 ساعة راح تشيك على كل الحبال. 100 ساعة تبدل الفلاتر، 70 ساعة تبدل البلاكات. ممتاز. فلتر الزيت، فلتر الجير، الامور نفس السيارة بالضبط. لكن الشيء الوحيد اللي يختلف عن السيارة، انت السيارة ما توديها السيرفيس الا بعد ما تمشي 1000 10000 كيلو، 5 10 كيلو عندك تشيك انجن. صح. هنا لا، انت ما ننطر يصير عندنا شيء هذا. هذا من ناحيه المينتنس الطياره. طبعا هذا الاير وولف 100 حصان يو ال اس، ماكينته 912 سي سي. الحموله تكفي خلينا نقول انا وزني 97 كيلو، اقدر اشيل معي شخص على حجم الجناح ل 170 كيلو. ل 170 170 كيلو. حلو. ما عندي اي مشكله فيه، سواء اطير بروحي ولا معي واحد 170 كيلو. ممتاز. طبعا تشيك كان عندي، اذا في احد شوي عنده خبره بالميكانيكا، عندنا هني تو اجنيشن، يعني تتكلم على سياره فيها سويتشين، فيها بطاريتين، فيها ماكينتين، كل شيء اثنين، فيها كبرترين. حلو. من ضمن التشيك ليست اللي اسويها قبل اطير اتاكد ان اطفي نص الطياره تظل شغاله مثل ما انا، بس تبين عندي هنا انه في تشيك. حلو. ان نص الماكينه طافي. ممتاز. النص الاول والنص الثاني طبعا هذا زود الحرص فيها، ان لا سمح الله لا صار اي شيء الا راح تكمل طيران وتنزل بالمكان اللي انت تبيه. صح. هذا بالنسبه للطيران. طبعا عندك الاجنيشن، اللايت، ستروب لايت، الفيول بامب، سموك سيستم، سويتش الاجنيشن، لاندنج لايتس، كل هذا لازم تشيك عليها اول باول. اصلا اللي اعرفه اخوي سلطان انه لو تطفي ايضا هم تقدر اللاندنج يكون، حتى لو تطفي طبعا ما تطفي بحاله واحده. ايه؟ ان انت بتطير مو مشيك على البنزين، مشيك على بنزين طبعا مستحيل، لان عندك الارم هنا راح يشتب. صح. لو فيول. أيوة. في عندك الارم برا لو فيول. ايه؟ راح يطلع معك بالانسترومنت بالجهاز لو فيول. حلو. يعني مستحيل كل هذا ما ترد عليهم. فطبعا قبل ليش تحقرهم يعني؟ طب قبل هذا كله بوقت كافي
على اساس انها هي تعطيك الالارم والامور هذه كلها. حلو. اكيد انا بستمر وياك يا اخوي سلطان، لكن خلينا نروح فاصل قصير ونرجع معك. تفضل حياك. رجعنا معاكم اخوي سلطان، لاني زي سلطان اذا بنتكلم على الواجبات اللي عليك وعلي اذا انا بركب في الطياره ونبي نبدا نطير نفس ما الطياره الحين هذه الباره، شنو اللي سووه اول شيء؟ طبعا اول شيء بالنسبه للتشيك ليست مثل ما تكلمنا راح اتاكد ان الانتركم شغال بيني وبين الباسنجر انه يسمعني وانا اسمعك. حلو. طبعا السماعه هذه لها فايدتين، اول شيء الكوميونيكيشن الاتصال مع الجراوند كنترول او مع الطيارين اللي فوق، بنفس الوقت يكون في عازل عن صوت المحرك اللي ورا، الضجيج اللي ناتج عن المحرك عالي. بالضبط. عندنا هنا الجي بي اس، طبعا هم عندي هنا الجي بي اس نستخدم فيها مواقع الارتفاعات، ابرمجها على الارتفاع اللي انا ابيه انه ما اتعدى يعطيني الارم. راح اشغل لكم اياها الجي بي اس بعد شويه. حلو. التغريبه لازم تشيك على بعض اجزاء، اتاكد من الوزن، انبه الباسنجر اللي بيركب انه مثلا عندك البركات او اللاينات هذه اللي يجيسها انه مثلا الحزام ما راح تبطل الا بهالطريقه هذه، لازم هو يكون عارف ان ان الحزام كذي يتبطل. سهل طبعا. حلو. طبعا بالغلط مستحيل يتبطل ان اللوك فيها الاخير اذا ما راح اشوف اللوك قوي قوي. نعم ما في مجال يتبطل. لا ما في مجال كذي. هذا هو بس. طبعا حزام السياره 3 نقاط، حزام الطياره 4 نقاط. 4 الماتيريال اقوى من هذاك. حلو. الحمد لله بالنسبه للطيران راح كانك قاعد بالسياره، يعني ما في ذيك التيربلنس. طبعا هذا بالنسبه للتيربلنس والاجواء والمكان اللي بنطير فيه هذه تكون فلات بلان قبل نطير، يعني مثلا اليوم احنا صار لنا 5 ايام قاعد نركز ان اليوم راح نطير لان الاجواء حلوه. الاجواء حلوه وجو طيران، وهم لو وصلنا المكان لازم نتاكد ان الجو ما تغير علينا، يعني بالنهايه يظل تنبؤات. صحيح. لكن الله العالم والله الحافظ. حلو. فالحين ان شاء الله نشغل وتطير ويانا ونتوكل على الله ونستمتع بالجو باذن الله. ان شاء الله اكيد ربي يوفقك ان شاء الله يا سلطان في هذه الهوايه وهذه الرياضه، لان احنا اللي عرفنا انها ايضا في بطولات لهذه. صحيح. لها بطولات ولها منظمات دوليه ومسابقات عالميه على دوريه سنويه 6 اشهر، والحمد لله ماشيين احنا وعندنا فريق قوي والله. جاهزين ناقص. جاهزين، لكن خلينا نتكلم صراحه، هي تحتاج دعم وتحتاج تفرغ. دعم وتفرغ. دعم وتفرغ، لان انت اذا بتطير مثلا باسبانيا كبطوله انت راح تنافس الاسبانيين، خلينا نقول هم اعلى منطقتهم. صح. يعني اذا تصير بطوله بالخيران ما حد ياكلهم بالخيران غيرنا. صح. فالوضع نفسه بالنسبه لاسبانيا او اي بطوله دوليه. بالضبط. واحنا نتمنى ان شاء الله ان في المستقبل تكون في هناك بطولات تقام على ان شاء الله. ان شاء الله موجودين وقاعدين نرتب. كل الشكر يا سلطان. حياك موفق خير ان شاء الله. حياك طيران ممتع نشوفك باذن الله. حياك الله.